السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله اول درس ديال الفصاله غنتعرفوا فيه على اللوازم ديال الفصاله. اذا عندنا دفتر وقلم، نسجلوا العبار او القياسات اللي عندنا، المتر باش ناخذ القياسات ديالنا، طباشير باش نتراسيو، فنايت، الفنايت باش نثبتو الثوب الا كان يزلق او لا، نثبتو الباترون فوق الثوب. ماشي ديما كنستعملوهم، وانما كيكونوا بعض المرات ضروريين. عندنا مسطره طويله الطول ديالها متر ونص. عندنا هاد جوج ديال المسطرات، هادو هادي وهادي، هادو كيكونوا كيتباعوا عند الصحاب اللي كيبيعوا اللوازم ديال الصاله. كاينين ديال البلاستيك، انا عندي هادو ديال الخشب، صايبتهم عند النجار. هادو ان شاء الله نتعرفوا على الاستعمالات ديالهم فاش غنبداو الدروس الاولى ديال الفصاله، ونتعرفوا كيفاش نستغناو عليهم بصفه نهائيه. نتمنى يعجبكم الموضوع ونكون وصلت لكم ولو جزء منه. ما تنساوش ديروا جيم وبارتاج واشتراك في القناة، والسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله.